طيب اروح لتوني بلير، هذا المنافق صاحب الالف وجه، وهو بيتكلم بيقول في 2003 قبل احتلال العراق، بيتكلم بيقول لابد من غزو العراق والتخلص من صدام والتخلص من اسلحه الدمار الشامل في العراق. تعالوا نسمعه. 2003. Men and women are engaged from air, land and sea. Their mission to remove Saddam Hussein from power and disarm Iraq of its weapons of mass destruction. I would never, as British Prime Minister, send British troops to war unless I thought it was necessary. It's that we wake up one day and we find either that one of these dictatorial states has used weapons of mass destruction, and Iraq has done so in the past. ثم يظهر هذا الأحمق ويعتذر عن كلامه، يعتذر عن أنه الغزو كان قرارا خاطئا، وأن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية والبريطانية كانت مضللة، ويعتذر ويبكي كالنساء على قرار أدى وأودى بحياة ملايين العراقيين. تعالوا نسمعه ونشوف التناقض والنفاق الدولي. النهاردة بيقول تريزا مي اضربوا سوريا، كان بيعمل امبارح. تعالوا نسمعه مع بعض. كلما سئلت هذا السؤال أقول إنني أعتذر عن المعلومات الخاطئة التي تلقيناها، رغم أنه كان قد استخدم الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع ضد شعبه وضد الآخرين، إلا أن البرنامج لم يكن موجودا بالشكل الذي كنا نظنه، لذا أنا أعتذر عن ذلك. كما يمكنني أن أعتذر أيضا عن بعض الأخطاء في التخطيط، مثل خطأنا في فهم ما كان سيحدث عند إزالة النظام. عندما ينظر الناس إلى نمو داعش يشير الكثير منهم إلى غزو العراق كسبب رئيسي، ما تعليقك على ذلك؟ أعتقد أن هناك بعض الحقيقة في ذلك، لكن أعتقد أننا علينا أن نكون حذرين للغاية، وإلا فإننا سنسيء فهم ما يجري في العراق وفي سوريا اليوم. هل هناك اعتراف أكثر من هذا، اعتراف صحيح واعتذار صريح من توني بلير؟ بيقول ان احنا انا بعتذر على كم ضحيه من الضحايا في العراق، كم مليون واحد، كم طفل، كم امراه، كم رجل، كم جندي، كم مواطن، كم تفجير، اين ذهبت العراق، اين ذهبت خيرات العراق، كل ده راح فين؟ بيعتذر انا اسف جدا، انا اسف جدا، انا عيل وغلط، وفي الاخر ضاعت امه.